أكد النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي في تصريح خاص لبرنامج المشهد الأخير أن إكمال الكابينة الوزارية أصبحت حجر عثرة أمام رئيس الوزراء، موضحا أن جميع الكتل السياسية تطمح في إكمال الكابينة ولكن بشرطها وشروطها، ولكن يجب اختيار شخصيات قادرة على إدارة الوزارات ولا سيما وزارتي الداخلية والدفاع، وأن تبتعد عن المحاصصة. الكابينة الوزارية هي يعني إكمالها أصبح حجرة عثر أمام السيد عادل عبد المهدي. طبعا الكل يطمح بإكمال هذه الكابينة لكن بشرطها وشروطها. نعم، يعني اليوم الكابينة الوزارية مو بس يريد أمن وزارات، وهاي بدون الشخصيات اللي ما تتلائم ويا البرنامج الحكومي وكذلك اللي ما تتوافق ويا فكر الإصلاح الموجود. نعم، يعني تعرفون سائرون كانت من اول الكتل اللي رافعه نهج الاصلاح والتغيير الحاصل في الحكومه، واساليب هذا الاصلاح يجب ان تتولى شخصيات قادره على اداره الوزارات، وسبق وان اكدنا على وزارتي الداخليه والدفاع نعم ان تبتعد ابتعاد كلي عن المحاصصه نعم الحزبيه. عندنا معلومات وشبه مؤكده ومعروفه اصلا، يعني اليوم اكو بعض النواب، بعض الساده النواب صحيح يعني يكونون في حرج من رؤساء وزعماء كتلهم، فمن يكون التصويت علني راح يضطر يصوت لشخصيات هو ما مقتنع بيها، وهذا ما متداول بين الساده النواب. فراح يكون عندنا مطلب رئيسي انه اذا بقت الاسماء نفسها خلي يكون التصويت السري، وهذا مطلب قانوني وما بمخالفه لا دستوريه ولا قانونيه، حتى كل من ياخذ استحقاق الحقيقي.